جن جنون المسيحيين. الكنيسة غضبت وحاولت منعها. عم احكي عن رواية شفرة دافنشي، الرواية اللي أغضبت الكنيسة جدا جدا. تابعوا معي. رواية شفرة دافنشي رواية من روايات الخيال العلمي، ألفها الكاتب دان براون عام 2003. تدور أحداث الرواية حول جريمة قتل تحدث في متحف اللوفر بحق أحد الأشخاص قام بتسريب معلومات خاطئة حول موقع شيء قيم. تم تكليف أستاذ علم الرموز الدينية بجامعة هارفارد اسمه روبرت لانغدون بحل لغز جريمة القتل هذه، ليكتشف بعد خلال السرد بأنه هو القاتل أو توجه له تهمة القتل. هلأ ليش الرواية أغضبت المسيحيين؟ رواية شفرة دافنشي ليش أغضبت المسيحيين والكنيسة؟ الرواية تطرقت لمناقشة بعض الأسرار حول تاريخ الدين المسيحي وعمل مقارنة بينها وبين التاريخ المعروف للدين المسيحي. شو هي هاي الأسرار؟ على ما يبدو أنه هي أسرار بالفعل من العيار الثقيل. تابعوا معي وخلونا نشوف شو هي هاي الأسرار. أوردت رواية شفرة دافنشي رأيا يتمثل بأن مريم المجدلية هي زوجة المسيح وأم أولاده، وأن المسيح ليس ابن الله، وأن الكنيسة قامت بإخفاء هذه الحقائق عن المجتمع المسيحي على مر العصور. أيضا تطرقت الرواية إلى أهمية البحث عن تاريخ الكأس المقدسة بوصفها المرجع للمسيحية الأم. كذلك اتهمت الرواية المسيحية بأنها معادية للنساء، وأن الكنيسة قامت بحرق النساء على مر العصور، وأنها أخفت أن المسيح كان مناصراً لحقوق المرأة. تصور الرواية أن الأب قسطنطين هو المسؤول عن قضية تأليه يسوع، وكان ذلك عام 325 ميلادي في مجلس نيقيا. تذكر الرواية بأن الأناجيل التوراتية تقدم صورة غير صحيحة ومغلوطة وكاذبة عن المسيح كونها من تأليف الإنسان، وتدعو إلى العودة إلى الأناجيل الغنوصية السرية لمعرفة الصور الصحيحة والحقائق حول المسيح والمسيحية عموما. وأنتوا أعزائي المتابعين، إذا طلعتوا على شفرة دافنشي وحسيتوا أنه فاتني أي شيء أنا ما ذكرته بهذا السرد السريع، ياريت تكتبوا لي بالتعليقات، وبكون أكيد كتير مبسوط لتفاعلكم.